عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحن نتحدث عن ثروتنا من الإنتاج الحيواني. ما نشاهده الآن هذه الأبقار ندعو بالبركة لها ولأصحابها الذين هؤلاء هم البدو العرب الذين يحفظون لنا الثروة الحيوانية. بعد رب العزة سبحانه وتعالى هم يحافظون على الثروة الحيوانية لنا. وهو بينظف اهو، الله يصلح حاله، بينظف الدرع اهو، الله يصلح حاله. انا شايفه بيغسل الدرع اهو. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. وهذه الطلوقة أو الذكر الخاص بالقطيع. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. يقرب منه قرب. مرة أخرى هذه عملية الحلب. بسم الله ما شاء الله، أنت شغال بإيديك الاتنين أهو. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كما نشاهد هذه عملية حلب الأبقار، بيتم تحنين الأبقار بداية، يتم عملية التحنين ثم عملية الحلب مباشرة. وكنا زمان في الريف والدتي هي التي تقوم بالحلب، الآن الرجال ماهرون في كل شيء. الرجل نلاقيه ماهر في المطبخ، شيف، الرجل يقوم بكل الأعمال. هؤلاء هم شبابنا، ربنا يحفظهم. هذه عملية الحليب. نحن في الصباح الباكر، اليوم الجمعة 4/9/2020. صباح الخير يا حاج. هذه يا ملام. والله كويس ان انت جايب لها بنتها. يحرص صاحب الأبقار على الإتيان بالعجلة الصغيرة أو بنتها، مجرد أنها تقوم بالحليب فهذه الطريقة للتحنين. العجلة الصغيرة أو الرضيعة تقوم برضاعة اللبن من أمها كما نشاهد. بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا هو الدرع، تم تنظيفه وغسله استعدادا لعملية الحليب. يبقى ان شاء الله شبابنا عنده مهارة، ربنا يحفظ شبابنا يا رب. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: هذه يد يحبها الله ورسوله، اليد التي تعمل وتجتهد، هذه يد يحبها الله ورسوله. هذه عملية حليب الأبقار. إن شاء الله العملية دي بتتم صباحا ومساء. صباحا بس معانا الصبح بس. كنت فاكر زمان الجاموس المصري كنا بنحلب الصبح وبالليل. ايوه في ناس بتحلب الصبح وبالليل عادي. يعني في ناس بتحلب لو الموجود يعني الصبح وبالليل. لما انا سايبين زي الصبح عشان ولادهم برضو ترضع منها. الله ينور عليك. بس احنا كنا زمان يعني انا برضو انا فلاح، كان عندنا الجاموس المصري. ايوه. فالجاموسه بتبقى الجاموس قوي قوي عن الأبقار شوية، فممكن يحلب بالصبح وبالليل. طبعا زي الصبح وبالليل. بس انت راجل نظيف اللهم صل على النبي، جبت ميه غسلت الدرع. بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى هذه ثروتنا من الإنتاج الحيواني. العرب الود بإذن الله يقومون بالحفاظ على ثروتنا الحيوانية. هو الود أحمد أخذ فض اللبن أهو. ربنا يبارك في الشباب كلهم ويحفظكم يا رب. بسم الله ما شاء الله. انت خاطب منين يا كابتن جمال؟ فين يا راجل؟ خاطب منين؟ انا خاطب من كفة البنا يا اخي. ده بلدكم بقى. امال ايه يا عم؟ يلا يا رب يوفقك، وان شاء الله ان شاء الله نحضر فرحك ان شاء الله. الله يعافيك ان شاء الله.